هلا لو هدول بدنا نرسمهم بالتفصيل، نيجي اول شيء على اس. اس راح نحط هون احنا عندي راح يكون في عندي precise rectifier مظبوط، وقلنا ان precise rectifier كان طالع من هون دايود، وكمان عندي اوب ام ثاني طالع كمان دايود مظبوط، وواحدة منهم استخدمناها كانت اظن نون انفرتنج مظبوط، فكانت هاي تكون هيك وهذه هيك، وهذا راح يكون عندي الانبوت من هون، والثانية حطيناها انفرتنج فكانت عندي هاي من هون هيك وهاي اظن هيك، اتاكد والله مظبوط انا اللي بعمله هيك، انا هذه وصارت عندي هذه ار2 وهذه ار1 وهذه ماينس بلس، وهاي راح يصير عندي ار3 مظبوط، ما حطينا اظن مقام هون اللي بتذكره، وهلا هذول خلص بنشبكهم الاثنين مع بعض. مش هذا عندي صار بريسايز ريكتيفاير، وهي عندي هون اس1، وراح اكرر نفس الشيء لاس2، ها ما راح اعيده نفسه، نفس الدائره راح اكرر لاس2. هلا بعدين بدي احط لو باس فلتر، شو ممكن احط، كيف ممكن احط اللو باس فلتر عشان ما اعملش لودينج واعزل الفيزز، اعزل الستيجز، راح احط بفر خلص احتياطا، هلا ما بعرفش يمكن تقول لي انه مش مطلوب او مش ضروري، وراح احط انا فلتر بسيط جدا. هذا طبعا مش ايديال الفلتر، في احسن من هيك، مش هيك السلنا كي اللي درسته، بس هذا ممكن يضبط لو باس فلتر بسيط جدا فيرست اوردر، وراح احط كمان بفر من هون عشان ما اعملش لودنج على ستيجز اللي بعدها، وهذا راح اكرره، هاي راح اكرر نفسه هذا هون، راح احط نفس اللو باس ايدنتيكال، هذول الكومبوننتس ايدنتيكال. هلا نيجي على الفيز، هاي راح يطلع معي ايش سميناها احنا، ايه الزرقاء مش هيك، وبي الحمراء راح يطلعوا معي هون. هلا راح اخذ ايه وبي، ايه وبي راح نحطهم على ديفرنس امبليفاير، متذكرين ديفرنس امبليفاير في اربع مقامات راح نحطهم، راح احط هون ار هسميها 1، بعدين راح نحط هون ار نسميها 2، هي صار عندي فيز او ستيج من هاي، وبعدين هون راح احط متذكرين هذا الفولتج ديفايدر هي بي عندي هون، وهذا راح يكون بي ماينس اي على فكره مش اي ماينس بي، ها اذا بدك تعكسهم احنا ايش هون عملنا، هون عملنا اي ماينس بي، فبنحط هون اي هون بي. هلا هذه اظن بنعملها ار2 وار1 كمان، هي ار3 ار4 احنا سميناها، وار4 ار3 اظن هيك بتضبط معنا، خلينا نتاكد نشوف، بتصير هاي عندي ار2 على ار1 بلس ار2 مظبوط، في ار2 ار2 على ار1 بلس ار2، في ار2 على هاي شو بصير عندي ار2 على ار1 مش هيك مظبوط، خلينا نتاكد نشوف من هون، بصير عندي الاوتبوت هلا في اوت بيساوي في اي مضروبه في هاي، بتصير ار2 على ار1 زائد ار2 مظبوط، وبعدين مضروبه في ايش؟ في 1 زائد ار2 على ار1 مش هيك؟ اللي هي بتصير R1 plus R2 على R1 مظبوط هيك، زائد ماينس عفوا ماينس VE في R2 على R1، R1 و R2 R1 و R2 بيشطبوا، شو بصير عندي بالاخر؟ R2 على R1 داخل VA ماينس V ساوي اذا بدك R1 ب R2 بكون الجين واحد، اوكي ماشي؟